يقول السائل: لي أب لا يصلي وكذلك إخوة ولم يفد النصح معهم، كيف يكون موقفي تجاههم؟ إذا لم يقبل النصح وأصروا على ترك الصلاة اعتزلهم وابتعد عنهم، اعتزلهم. إبراهيم عليه السلام قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. ترك الصلاة كفر، كفر، فاعتزلهم إذا لم يقبلوا النصيحة وأصروا على ترك الصلاة. هؤلاء كفار، اعتزلهم. نعم.